يفتح الحوار الوطني الباب واسعاً أمام مقترحات علها تنجي اليمن من مستقبل أسوأ هاجسه الانفصال. وفق صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، فإن المؤتمر سيطرح رؤية مدعومة من الرئيس هادي ترمي إلى تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم في إطار نظام فيدرالي، إذ ستكون البلاد مجزأة على الشكل التالي: أولاً إقليم حضرموت، ويتكون من حضرموت والمهرة وجزء بسيط من شبوة وجزيرة سقطرى. ثانياً إقليم الجند، ويضم كلاً من تعز وعدن ولاحج والضالع وجزء بسيط من أبين. ثالثاً إقليم صعدة والجوف. رابعاً إقليم تهامة، ويضم كلاً من الحديدة وحجة وريمة ووصاب السافل والعالي والمحويت. خامساً إقليم سبأ، ويتكون من مأرب ومديريات من شبوة ومديريات من أبين. سادساً إقليم معين، ويضم محافظة صنعاء وعمران وضمار وإب والبيضاء. حسب الخارطة السياسية الجديدة، ستكون أمانة العاصمة صنعاء مقراً مركزياً للدولة، بينما ستكون حضرموت، والتي تعتبر من أهم الموانئ في الجنوب وتحظى بموقع استراتيجي، مقراً لقيادة الأقاليم. وسيحظى كل إقليم ببرلمانه وحكومته وشرطته الخاصة به، في ظل حكومة محلية تتمتع بسلطات مستقلة. وقد لا يكون مقترح تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم سوى واحد من بين خيارات أخرى مطروحة أمام المؤتمرين في الحوار الوطني، لكن الأصداء التي تتردد من صنعاء تشي بأن النظام الحالي أصبح جزءاً من الماضي، وأن التفكير الآن ينصب على نظام جديد يخرج اليمن وأبناءه من قبضة دولة مركزية فشلت في تلبية طموحاتهم، لكن دون الوصول إلى طريق مجهول قد يؤدي إلى تمزيق البلاد إلى دويلات قبلية متناحرة. نعمتان هما أساس الحياة، إن انعدمتا انعدمت معهما كل مقومات العيش الكريم. إنهما نعمة الأمن ونعمة الرزق، فإن تبدل الأمن إلى خوف والرزق إلى جوع فقرأ على الدنيا السلام. وبلادنا في هذه الأيام تعيش شيئا من هذا القبيل، إن لم يتدارك الوضع بأسرع وقت فنحن ذاهبون إلى هاوية ليس لها نهاية. كلامنا هذا ليس تجنيا أو تبليا على أحد، بل هو واقع ملموس نعيشه وظواهره حديثة. فظاهرة الاختطاف والتقطع أصبحت منتشرة جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من الكل، ولم تعد حوادثها نادرة، وضحاياها من كل طبقات المجتمع ومن جميع فئاته. السيرة الذاتية للأخ المشير الركن عبد رب منصور هادي. عبد رب منصور هادي من مواليد عام 1945 ميلادية بمحافظة أبين منطقة الوضيع، حاصل على العديد من الشهادات الأكاديمية والدورات التخصصية، منها بكالوريوس في العلوم العسكرية بالمملكة المتحدة عام 1966 ميلادية، دورة مدرعات بجمهورية مصر العربية عام 1969 ميلادية، ماجستير في العلوم العسكرية بالاتحاد السوفيتي السابق عام 1979 ميلادية. تقلد العديد من المناصب القيادية في جنوب الوطن قبل قيام الوحدة المباركة، منها أركان حرب سلاح المدرعات، أركان حرب الكلية الحربية، قائد محور عملياتي، مديراً لدائرة التدريب القتالي، مديراً لدائرة الإمداد والتموين، وأخيراً نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة. وعقب قيام الوحدة المباركة في 22 من مايو عام 1990 ميلادية، تقلد أيضاً العديد من المناصب القيادية الهامة، منها مستشاراً عسكرياً لمجلس الرئاسة، وزيراً للدفاع عام 1994 ميلادية، عين نائباً لرئيس الجمهورية في أكتوبر عام 1994 ميلادية، منح العديد من الأوسمة الرفيعة، منها وسام الوحدة 22 مايو، وسام الاستقلال 30 نوفمبر، وسام الإخلاص. انتخب نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام في المؤتمر الخامس، وأعيد انتخابه في المؤتمر السادس. انتخب
نائبا أول للرئيس المؤتمر وأمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام في 12 من نوفمبر عام 2008 ميلادية. أطلب من الأخ الكريم رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بأن يعلم علم اليقين أنه لن يستقيم أمن البلاد والعباد إلا بحكم صارم من غير ظلم. أما المداراة هذه والله لا تزيد الأرض إلا فساد، وليعلم أن في فساد للأسف الشديد، في فساد شديد، ولا بد أن يحسم الأمور في كل المجالات ويعلم أنه تحمل مسؤولية كبيرة، ونحن منتظرين منها التقدم إلى الأفضل إن شاء الله. ولا يمكن أن يرتقي مستقبل البلاد إلى أوج العلا إلا باستقرار الأمن. إذا ما في أمن ما في استثمار وما في تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحم الراحمين. صوتيات البشرى الإسلامية تقدم بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. هذا البيان يلقيه إليكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان بيان الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الأطهار ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى اليوم الآخر، أما بعد. ويا أيها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والله الذي لا إله غيره أن وضع اليمن في خطر عظيم من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية، نظرا لعدم وجود حزم في النظام ومراقبة المسؤولين، فأنت لا تعلم كيف ينهبون بيت مال المسلمين التي هي خزينة الدولة العامة نهبا باسم المشاريع الوهمية. وأكثر طريقة لنهب مال الخزينة العامة يستخدمون طريقة قذرة، فيقومون بتنزيل قدر مبلغ لمشروع طريق أو غيرها، ويقومون بتنزيل المواصفات المطلوبة حتى يتم اعتماد المشرع من الميزانية بحسب المواصفات الحق المطلوبة لذلك المشروع، ومن ثم يقومون بالتنزيل للإشهار للمقاولين في وسائل إعلام الجرائد، حتى إذا حضر المقاول تم الاتفاق معه سرا على أن تكون المواصفات للمشروع ليست حسب إعلانه، وإنما ذلك لتنجح طريقة اختلاس مازونية المشرع من الميزانية العامة. والمهم أنه يتفق مسؤولون ومراقبون ومنفذ المشروع على الغش في أساسية المشروع، فلا يتم إنشاء المشروع حسب المواصفات التي تم رسمها من قبل، بل ويفعلوه بنصف المازونية المصروفة، ومن ثم يتقاسمون النصف الآخر ما بين المسؤولين في الحكومة المراقبين لتنفيذ المشروع، وكذلك المقاول له نصيب مقابل الرضا بالغش. ألا لعنة الله على الذين يغشون المسلمين وينهبون أموالهم لعنة كبيرة. وإنما وضحنا طريقة واحدة فقط من مئات الطرق عن كيفية نهب الأموال العامة وفساد إداري لم يشهد له مثيل. ويا أيها الرئيس، والله الذي لا إله غيره، إن الخزينة العامة تتعرض لسرق ونهب ونصب فظيع، ونحن نؤكد إذا استمر هذا الحال في استمرار الفساد الإداري أن الدولة حتما سوف تعجز عن دفع الرواتب بشكل عام، أو يضطرون لرفع جرعات في المشتقات النفطية، وأوضاع الشعب اليمني الفقير لا تتحمل، فحتما سوف يثورون وتزداد الأمور سوءا. ويا أيها الرئيس الكريم المحترم عبد ربه منصور هادي، خذ نصيحتي بالحق، والله الذي لا إله غيره،
لا، ولن يستقيم العدل والنظام إلا بإقامة حكم صارم عادل من غير ظلم. فتقيم حدود الله على المفسدين، ولا تخف في الله لومة لائم. ويا رجل، فلتنظر إلى تهديد ووعيد نبي الله سليمان إلى أحد الطيور وهو طير جندي من جنود سليمان. انظر قول نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي حين تفقد الطير فوجده غائبا دون أن يطلب الإذن من نبي الله سليمان، وقال الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ونستنبط من ذلك أن الحاكم حتى ولو كان نبيا رؤوفا رحيما بأمته ولكنه شديد بالحق في حكمه من أجل نجاح إقامة العدل والنظام، بل شديد بالحق على المسؤولين عن رعيتهم، فلا يجامل ولا يداري ولا يهمه رضوان أحد من المسؤولين، بل يهمه رضوان الله كون الحاكم الأول على رأس الحكم هو المسؤول الأول عن العدل في رعيته يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويا أيها الرئيس عبد ربه منصور، اضرب بيد من حديد على الذين يقطعون أنابيب النفط والكهرباء في محافظة مأرب أو غيرها، ومن آواهم وحماهم من قبائل مأرب فهو منهم، فكم مضى من إهدار مئات الملايين من الدولارات لإصلاح أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. ويا رجل، كما يقول المثل العربي بالحق: مخرب يعجز مئة باني. ولا تزال المشكلة مستمرة في التخريب، فهل هذا اتفاق بين المخرب والمعيد لإصلاحها وللمخرب نصيب من المصلح، أم باتفاق بين المسؤولين والمخربين، أم ماذا؟ فإلى متى هذا الحال؟ فما دخل المصالح العامة للشعب اليمني حتى يتم تخريبها فيزيدهم المفسدون ظلما إلى ظلمهم بتخريب المصالح العامة؟ ألا لعنة الله على المفسدين المجرمين لعنة كبيرة. ويا أيها الرئيس عبد ربه منصور هادي المحترم، إن وضع اليمن حكومة وشعبا في منعطف خطير، ولن تعيد الأمور إلى مجراها بالمدراة، كلا وربي، بل عليك أن تسأر زئير الأسد فترفع سيفك على أعناق المخربين في البلاد وسفكي دماء المسلمين بغير الحق. وأقم حدود الله التي تمنع ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان. وهنا ترسي مبادئ العدل
ويستقر النظام ويعيش المواطن اليمني بأمن وسلام، ويزدهر اقتصاد البلاد ويأمن العباد ويعيشون بعزتهم وكرامتهم. وإذا لم تأخذ بنصائح الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، فحتما لا شك ولا ريب سوف تصل إلى طريق مسدود في كل المجالات الأمنية والاقتصادية، وسوف تجد عجزا تاما في دفع رواتب الموظفين في الحكومة إذا لم تطبق الحكم الصارم من غير ظلم وتستمر في المداراة. ويا رجل، إن رضا الناس فعلا غاية صعب إدراكها، بل عليك برضوان الله وحده، ولا تهتم برضوان الناس وثنائهم، ولا تهتم بذمهم، فلن يغنوا عنك من الله شيئا لو أثنى عليك الإنس والجن قاطبة، ولن يضروك ذمهم شيئا، بل كن حاكما صارما في النظام من غير ظلم. وانظر إلى صرامة النبي الله سليمان في حكمه على من استخلفه الله عليهم من الإنس والجن والطير، فكان حاكما صارما من غير ظلم. ومن ثم انظر لثناء الله على نبيه ذي الحكم الصارم من غير ظلم عليه الصلاة والسلام وآل داود المكرمين. وقال الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، صدق الله العظيم. ويا أيها الرئيس عبد ربه منصور هادي المحترم والمكرم، فبرغم أن دولة الزعيم علي عبد الله صالح كنا نعتبر حكومته مظلة الفساد الإداري الكبرى في العالم، وكنا نراه فسادا كبيرا، ولكن يشهد الله والشعب اليمني على ذلك شهود أنه أصبح فساد حكومة علي عبد الله صالح هينا جدا بالمقارنة مع فساد الحكومة الانتقالية اليوم. وكافة الشرفاء في الشعب اليماني يعلمون فتواي هذه أن الحق من غير مجاملة إلا من أخذته العزة بالإثم. فاتقوا الله يا معشر الأحزاب المتشاكسين على السلطة، فاليمن وشعبه في وضع خطير خطير خطير. وانظروا لأصحاب الهبة للفساد في حضرموت الذين يريدون طرد الشماليين من حضرموت اليماني بحجة أنهم شماليون يمانيون. ومن ثم نقول لهم: ما ذنب صاحب البوفيه الشمالي؟ فهل هو من صناع القرار أو صاحب متجر أو بنشر؟ أفتريدنا الهجوم عليهم ونهب أموالهم وقتلهم؟ بل هذا هو الفساد الكبير. وقال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. ويا أيها الحضرمي اليماني، أليس أخوك الشمالي اليمنيا مسلما مواطنا مظلوما مثلك؟ فكيف تزده ظلما إلى ظلمه فتسفك دمه أو تنهب ماله؟ فبأي ذنب قتلته؟ فاتقوا الله، هذا فساد عظيم. وها هو عبد ربه منصور سافر إليكم، ولكن هل للمضارى أم للقمع بالحق؟ سوف نرى. فإن كان للمضارى فلن يستطيع أن يداريكم جميعا ويعطيكم جميعا، ولن يزد ذلك قوم منكم إلا عتوا ونفورا وفسادا في الأرض. ويا أيها المواطن اليمني في جنوب اليمن، إنه كذلك المواطن الشمالي في شمال اليمن مظلوم مثلك، لا أمن ولا اقتصاد، فلا تزد أخاك ظلما إلى ظلمه فتسفك دمه وتنهب ماله أو تهتك عرضه، فمن يجركم من الله الأشد بأسا والأشد تنكيلا. فاتقوا الله شديد العقاب في إخوانكم الشماليين والجنوبيين. وكذلك أقول حقيقة يعلم بها كل يمني في جنوب اليمن، إنهم عندما يأتون، أي اليمنيون الجنوبيون، إلى شمال اليمن يجدون كل التقدير والاحترام من إخوانهم المواطنين الشماليين، فلماذا أنتم غير ذلك؟ نرى في صدوركم الحقد والبغضاء، ونعلم أنه بسبب كرهكم للحكومة. ويا سبحان الله، فمن الحاكم اليوم؟ أليس منكم الرئيس عبد ربه منصور هادي؟ ومن رئيس الحكومة الانتقالية أليس منكم بسندوى الحضرمي؟ ومن وزير الدفاع؟ ومن فما ذنب المواطن الشمالي في حضرموت تعلنون هبة الحرب عليه؟
أفلا تتقون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتذكرون؟ فاسمعوا ما أقول، والله الذي لا إله غيره، لو أن الله يمكنني في الأرض بإذنه تعالى أني لن أترك مفسدا في أرض اليمن شمالا وجنوبا إلا وغزوته إلى عقر داره، ولن ينجيه من بطشي به بحد الله إلا أن يتوب من قبل أن أقدر عليه، فهنا لم يجعل الله لي عليه من سلطان، فهنا لن نقيم عليه حد الله، تصديقا لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ويا معشر الشعب اليماني وقبائله، خافوا الله واتقوه في أنفسكم وأهليكم وتناهوا عن المنكر، فالقبيلة تنهى أفرادها وكل ينهى الذي يليه بقدر جهده أو يقدم نصيحة له، وكونوا عباد الله إخوانا. ويا معشر الذين مكنهم الله في أرض اليمن من المسؤولين جنوبيين أو شماليين، فاتقوا الله فأنتم مسؤولون بين يدي الله عن إقامة العدل والمساواة والنظام والأمن في اليمن جميعا شمالا وجنوبا، وحجة الله عليكم كونه مكنكم في الأرض في اليمن، فهنا أصبحتم المسؤولين بين يدي الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصديقا لقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. فمن تركن إليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في اليمن السعيد الذي جعلتموه اليمن الحزين بأوضاعه المأساوية من السيء إلى الأسوأ بكثير، ولا تزال الأمور تسير إلى الأسوأ فالأسوأ حتى يحق الله الحق من عنده ووعده الحق وهو أرحم الراحمين. ألا والله الذي لا إله غيره، لا يهمني ملكوت الأرض شيئا بشعث على قدمي، ولكني أتمنى التمكين في الأرض من أجل الله وحده لكي أصل إلى هدفي، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بكل ما آتانا الله من قوة، ونرفع ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان، ولا نجبر الناس على الإيمان بالرحمن، تصديقا لقول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العظيم. وإنما أمركم الله في محكم كتابه بإقامة الحدود الجبرية التي تمنع ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان، فتقتلوا من قتل نفس أخيه الإنسان ظلما، حتى وإن كان مسلم قتل كافرا بحجة كفره، فطبقوا على ذلك المسلم حد الله في محكم كتابه كونه قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض. ولم يأمرنا الله بقتل الكافرين الذين لم يحاربوننا في ديننا، بل أمرنا الله أن نبرهم ونقسط إليهم بالعدل، تصديقا لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. ويا معشر الذين قتلوا الدكاترة والممرضين في مستشفى العرضي في وزارة الدفاع، فبأي حق تقتلون الدكتور وهو طبيب الإنسان لا يحمل السلاح على عاتقه، ثم تقومون بقتل دكاترة مستشفى العرضي وقتل ممرضين ومرضى على أسرتهم، فمن أنتم ومن وراءكم؟ ولماذا لا يزال أمركم مكتوم؟ فما الخبر وما الأمر؟ فماذا يحدث في يمننا اليوم يا ناس؟ ضاق الصدر من عظيم ما نراه من الظلم والفساد، ولا يكاد يستطيع القلب صبرا، ورجوت من الله أن ينظر في أمر المظلومين في العالمين مسلمهم والكافرين، إن ربي وسع كل شيء رحمة وعلما وهو الغفور الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. يقول لك سيأتي المهدي، لما المأتي يجي،
وأنا بدي تسمح لي، أنا بمثل للناس في وفيك وأضرب الأمثال، والله لا أذيك ولا أؤذي نفسك، شكر الله لك. الناس بينتظروا المهدي، ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه. شو اسمه؟ لا لا مش محمد بن عبد الله، أبدا، بالعكس التابعين أعلم مني ومنك، ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفه من علماء التابعين، كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الأسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل أسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، فإله أي أسم إلا محمد. لما قال يواطئ اسمه يواطئ اسمي، واسم أبي اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الأسم مواطئة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا عن المهدي، لأن النبي لا يعدنا بملك ولا يعدنا بزهرة الدنيا، يعدنا بالهدى، هو بما جاءنا بالهدى. فإذا ورث وراءه أو وعد وراءه بما يعدنا بهدى، فهذا الذي ننتظره، ننتظر منه ماذا يا شيخ؟ هدى. فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة، النبي مهدي، المهدي كله وآلاف آلافه يضيع في النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن هدى. فإذا حقيقة نريد المهدي، هاي القرآن وهاي النبي. إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه. من الآن أقول لكم لا تصدقوا المهدي إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ماذا تنتظرون إلا أن يقول المهدي؟ قال الله، قال رسوله. فإن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله، فماذا تنتظرون من المهدي؟ ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم، أخشى إذا جاءكم أن تعصوه. فهنا يطرح هذا السؤال، أنه لماذا هذه القلة في عدد أصحاب الإمام في نصرة الإمام؟ شنو السبب؟ ليش؟ هل الناس لا يعرفون الإمام؟ هل الشيعة منشغلين بأنفسهم؟ هل هناك شائعات ضد الإمام موجودة مؤثر على الناس؟ يعني هذا خلوا في بالكم، مثل ما طلعت شائعات وتهم وافتراءات على رسول الله حينما تحرك وأعلن دعوته، كذلك بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تبدأ الفئات الضالة المضلة، أصحاب المصالح أو رؤساء سواء كانوا من رؤساء سياسيين أو رؤساء مذاهب، هؤلاء لا يرون في حركة الإمام مصلحة لأنفسهم، بل يرون أن القضية في ضررهم، لذلك يبدأون بإلقاء شائعات وتهم وافتراءات على الإمام، كما قريش بدأت تفتري على رسول الله. قريش يعني رسول الله من قريش، من هؤلاء الأقارب، لاقى رسول الله أكثر من الأباعد، كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.